نظم التعاونية عالم الزيوت بشراكة مع جمعية بلجيكية دورة تكوينية لفائدة التعاونيات المحلية بدوار أوكان الواقع بجماعة أغلو على بعد نحو 15 كيلومترا غرب مدينة تيزنيت، بهدف تثمين منتوجاتها وتسويقها داخل وخارج أرض الوطن. نعرفوا في ألمانيا كيصوبوا زيت أرغان. الدوار اللي كيتميز بعض المهيلات الطبيعية، منهم أرغان، منهم صبار، منهم النحل، ولهذا ارتأينا باش ننظموا بعض الدورات التكوينية من خلال التجربة ديالنا في تعاونية أورد أويل. نسكر أرغان، ملو، بركوكس، قرنجان، زيت نتكناريت. أو التعاونية الكنية الله الحمد لله، يلاه نبدا الخير هذا اللي نكنو تما زيرتو قلتي لي الخير هذا ولا سميتو غير هذا الحمد لله يلاه نبدا يلاه الخير هذا اللي تعدال الحمد لله نتشكر ميدنا كل اللي دار نعيش كاني غساد ولا دائما ايوا دي مغاري حتى تندي مساكن عتي تما زيرت سنتني دراني ميك مع تخدم دراني ميك ما سنيت صحين ميدني قلين كان كل غار الدراوش. دورة تكوينية استفادت منها سبع تعاونيات من مجالات مختلفة لامست إشكال التثمين والتسويق، كما كانت فرصة لتبادل الخبرات والتجارب. التجارب الوطنية والدولية الناجحة في هذا المجال من جهة كندير النحل التقليدي والعسل، العسل الحر ماشي بحال ما كنعلفهم والو ديال المنطقة، والحمد لله راه المسائل غادية مزيان، غير المشكل اللي عندنا على حساب الجفاف اللي كيكون داكشي كيخصك الداعم باش تعلف هذاك النحل يجلس عندك. قبل ما كنشوفوا غير داكشي في التلفزه كنسمعوا على التعاونيات، ما كايناش عندنا الفكره باش نديروا تعاونيه، والناس دابا ملي جات هذه الجمعيه عطات لنا الفكره، راه الناس دابا غاديين في الطريق ولقينا الاستجابه مع عند العائلات. كنت نسكر كورنيشان سكسو في كره المركز سكسو دا ارغان تجميل ارغان الماكله املو يفولكي تبارك الله سكرنا بيضه غسل دوره التكوينيه حماسه نيتوكان تمازير نيتوكان يفولكي كل لينا السيده نتي عجبها كل شيء، وكان سيقتا كني باش غادي نشرك باش غاي اللي نسكن كني غاينا المنتوجي اللي يكون، ولكن تخصي حتى غاينا التسويق دارني كلي مشاكل التسويق يتفوق على المنتوج نح غاي نزح برا. سلاف في المسمى بالمجلس لقاء تكويني أطره حسن كوهو المهندس في الصناعة الفلاحية والغذائية والكيماوية وخريج المدرسة العليا لتكوين المهندسين ببلجيكا، والذي أكد في معرض حديثه أن الساكنة تجاوبت وتفاعلت بالشكل المطلوب مع محاور الدورة. Il y a eu vraiment une appréciation, une réponse qui est positive par rapport aux interventions. On a vu qu'ils sont intéressés par les problèmes qu'ils ont. On a essayé de résoudre ces problèmes pendant cette formation. Il y a des lacunes, on est là pour les aider. Il y aura d'autres formations. On a une vision à long terme pour répondre à leurs attentes. Ils sont vraiment motivés. Ils veulent aller à l'avant pour donner un vrai développement social, culturel et faire savoir leur richesse ici dans la région, au monde, en développement, toutes les cultures donc de proximité. Ils veulent valoriser leurs produits locaux et éventuellement exporter vraiment leurs produits vers l'extérieur, et puis surtout développer le tourisme de proximité et faire connaître leur région qui est vraiment merveilleuse, intéressante, et je vous invite de visiter cette région qui est magnifique, qui est riche par tous les produits donc de milieux marins, des produits donc locaux, l'huile d'argan, que ce soit le miel, que ce soit d'autres produits locaux originaux qui sont d'une richesse intéressante qui répondent vraiment à la richesse de notre pays. المبادرة التي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة لقيت استحسانا كبيرا لدى المستفيدين،
وأبرزت دور التعاونيات كبديل في تدبير وتسيير الشؤون والموارد المحلية في إطار مقاربة تشاركية، والتي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة وإقرار سياسة تنموية تستوعب خصوصيات المنطقة.